السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم مجدداً في حلقة جديدة من لأنك غالي. حلقتنا لهذا اليوم بتركز على بعض المقترحات لكيفية زيادة الوزن تدريجياً. بالنسبة للوزن الناقص أو النحافة بمعنى آخر، فيعاني ما يقارب من 9% من الأشخاص حول العالم من هالمشكلة، ولكن هاي النسبة دائماً وكل يوم في ازدياد، ونحن كأخصائيين تغذية للأسف نهمل هالشريحة من الناس ونركز على كيفية زيادة الوزن، علماً بأن الوزن الناقص لا يشكل خطر على الصحة إلا إذا تزامن مع سوء التغذية. السؤال اللي يطرح نفسه الحين، كيف نعرف إذا نحن كنا من أصحاب الوزن الناقص أو دون حافة؟ بكل سهولة ممكن نعرف هذا باستخدام مؤشر منسب كتلة الجسم. ومؤشر منسب كتلة الجسم هو عبارة عن معادلة حسابية يدخل فيها شيئين: الشيء الأول الوزن الحالي مقسوم على الطول بالمتر مربع، بعدين يطلع لنا ناتج. الناتج إذا كان أقل من 19 فمعناته أنا من أصحاب الوزن الناقص، وهذا يعني أن وزنك أقل من الطبيعي بالنسبة لمعدل طولك. يلا خلوني أبدأ جولتي الحين في المول، تعالوا معي. لقلة الوزن العديد من الأسباب، وأغلبية هالأسباب عادة ما تكون مرتبطة بانعدام الشهية. من هاي الأسباب عدم الشهية للطعام من غير سبب يذكر. أيضا من الأسباب اللي ممكن تأثر على نقص الوزن هي المشاكل النفسية اللي ممكن تأثر على الشهية للطعام. كذلك بعض العادات الغذائية المكتسبة من الصغر، مثل أن يكون الشخص يكره بعض الأطعمة. أيضاً هناك بعض المشاكل المرضية اللي ممكن تأثر على الشهية، ومنها أمراض السرطان أو اضطرابات المعدة. وعادةً الأدوية اللي تستخدم لعلاج مثل هالأمراض هي تكون المسبب الرئيسي لانعدام الشهية. أيضاً من الأسباب لقلة الوزن هو كثرة التدخين، لأن عادةً التدخين يزيد المشكلة ويسبب انعدام في الشهية. من الضروري على الشخص النحيف أو ناقص الوزن استشارة الطبيب ليتأكد من خلوه من نقص المغذيات الأساسية، وذلك عادة عن طريق التحاليل المخبرية. من الشروط الرئيسية لزيادة الوزن هو إيجاد السبب والعمل على حله. أيضاً لازم ناخذ بالاعتبار أن زيادة الوزن لازم تكون بطريقة تدريجية عشان ما تفشل محاولاتنا، وعادة الشخص النحيل يشبع من كميات بسيطة من الطعام. نفس ما تعرفون أن أسواقنا مليانة بالأدوية والمستحضرات اللي تزيد من الشهية، ولكن من مساوئ هاي المستحضرات أن مفعولها ينتهي بانتهاء العلاج، فأول ما نقطع هاي الأدوية عادة ما تغيب الشهية مجدداً. وهناك اعتقاد سائد بين الناس أن تناول الفيتامينات والمغذيات من الممكن أن يزيد الشهية، وهذا الاعتقاد خطأ، لأن الفيتامينات ما تزيد الشهية، ولكن نحن ننصح الأشخاص اللي عندهم نقصان في الوزن أن يتناولون معدن المغنيسيوم والزنك بالإضافة إلى فيتامينات باء المركبة. وصلنا معاكم لأحلى فقرة في هالحلقة، واللي هي فقرة النصايح، كيف ممكن تزيد وزنك ولكن بشكل تدريجي. أول نصيحة حابة أقولكم إياها اليوم هي زيادة في عدد الوجبات، فإذا كنت تتناول من 2 إلى 3 وجبات حاول تزيدهم وتخليهم من 4 إلى 6 وجبات في اليوم.
حاولوا تتناولون الأطعمة اللي تعطيكم طاقة مركزة ولكن حجم قليل في المعدة. من الأمثلة على هالأطعمة مثلا المعجنات الفرنسية مثل الكرواسون أو خليط الحليب مع الموز. حاولوا أنكم تبدون وجبتكم بتناول الطبق الرئيسي وبعدين تخلون السلطة والشوربة لآخر الوجبة. حاول تضيف مصدر من البروتينات لكل وجبة تتناولها. من الأمثلة على هالمصادر للبروتينات هي اللحم، السمك، الدياي، البيض والحليب والأجبان. بالأمكان إضافة الحليب المجفف إلى صلصة اللحم أو صلصة المكرونة أو حتى الشوربة. أيضاً بالأمكان إضافة الحليب المجفف إلى النشا والسكر فيصبح عندك مهلبية ممكن أنك تتناولها بين الوجبات. حاولوا تضيفون الجبن المبشور فوق الأرز أو المكرونة، أو حتى بالأمكان استعمال مكعبات الجبن مع الخبز المحمص أو التوست وتناولها ما بين الوجبات. من الممكن أيضاً استخدام زيت الزيتون مع السلطة أو مع الخضر المتبلة أو حتى على اللبنة. حاولوا تستخدمون الزبدة وتضيفونها مع الطبخ خاصة لما تطبخون المكرونة والأرز والبطاطا. استعمل العسل بدل السكر في تحلية المشروبات وخاصة المشروبات الدافية. أيضاً تناول المربيات مع الخبز أو الكعك بين الوجبات. حاولوا استخدام الفواكه المجففة والمكسرات وخاصة في وجبة الفطور مع الحبوب الكاملة أو في وجبة الغداء مع الأرز أو ممكن إضافتها على السلطة. تناول كوب من اللبن الزبادي في كل وجبة، وأيضاً بالإمكان تناول اللبن المحلى بالفواكه والعسل بين الوجبات. أتمنى تكونون استفدتم من المعلومات اللي طرحناها في هالحلقة، ولكن النصيحة الأخيرة لأصحاب الوزن الناقص أن لازم يستشيرون الطبيب ويتأكدون من خلوهم من نقص المغذيات، لأن النقص في المغذيات ممكن يؤثر سلباً على الصحة العامة. والحين يدور أني أقولكم أستودعكم الله على أمل اللقاء فيكم في حلقة قادمة. مع السلامة.